ننتظر هذا الحفل ب يعني تشوق كبير، لاننا ننتظر ان نرى الاقصر. الحقيقه الاقصر كلها بيتم بقى تزيين الشوارع، المعالم الاثريه يعني في ابهى حالاتها، عمليات ترميم يعني عمليات الترميم كلها الجديده التي لم يرها احد، الناس هتتفرج عليها، تطوير 3 ميادين، ميدان المطار والكتاب والشيخ موسى. ومعنا على الهاتف سيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر. سيادة العميد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ لميس، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين. البصريه اللي هي توحيد واجهات المباني واشرعه المراكب والمنطاد والاضاءه، يعني اشرح لي بالظبط ايه هو المشروع ده للتجميل سياده العميد؟ طبعا الأقصر من المدن اللي تم اختيارها من السيد رئيس الجمهورية لتحمل هوية بصرية في الأقصر، أبقى عارف إن ديت الأقصر. يعني أنا لو أنا ما شفت أي جدارية، أي حائط، أي حديقة، أي فهي هو ده المعنى بالبسيط في كلمة الهوية البصرية. إحنا طبعا بفضل الله خلال الأربع شهور السابقة تم طلاء عدد أكثر من 2000 منزل بلون الهوية البصرية اللي هو اللون الأصفر اللي ينتمي إلى لون المباني الفرعونية والمعابد القديمة. طبعا إحنا الألفين منزل دول طبعا استغرقوا زي ما بنقول حوالي 4 أشهر، وكان فيهم طبعا بفضل الله الصبر وعناء مع الأهالي والمشوار طبعا، وكانت هي من بداية من بوابة المطار ومرورا بطريق المطار وهو حوالي 7 كيلومترات، وكذلك طريق الكباش كاملا من معبد الأقصر وحتى معبد الكرنك. كل هذه المنازل يمين ويسار طريق الكباش ويمين ويسار طريق المطار تم طلائها خلال الفترة السابقة بلون الهوية البصرية. سيادة العميد، أنا سامع أن الفنادق حتى وإحنا جايين الفنادق تقريبا كاملة العدد، وطبعا أنا ببقى سعيدة جدا لما بعرف ده فعلا فنادق الأقصر كاملة العدد. إحنا الأقصر يا فندم بفضل الله يعني لم تشهد، ده بحكم القائمين على السياحة هنا في الأقصر، لم تشهد هذا القدوم بفضل الله الكثير من السياحة منذ يعني يمكن 10 سنوات. احنا عندنا الفنادق تكاد تكون بنسبة استكمال 100%، كل الحجوزات يمكن ممتدة لأكثر من شهر ونص قادم، ودي حاجة بفضل الله ده خير كبير على الأقصر وعلى مصر، واحنا بنستبشر خير بانحصار وباء كورونا، وده كله طبعا يعني من طيبة الشعب المصري وجمال الشعب المصري اللي هو بيستقبل المحن كلها وبيصبر عليها، فربنا بيكرمه، واحنا دلوقتي الحمد لله بنعيش في هذا الكرم وبنحمد الله عليه. أنا بشكرك سيادة العميد طارق لطفي، وبشكر كل العاملين في يعني مدينة الأقصر في محافظة الأقصر.